عمي جاي أبني. بس اللي بدي اياه منكم من اليوم ورايح انه ما بقى حدا منكم يحمل لا خنجر ولا شبرية بالحارة، مشان ما يضل له حجة. واتركوا الباقي علي، انا بعرف كيف وقفوا عن تحده هو وموري. خلاص وجب عقيد. شغلة تانية، تفضل. بتأمل تشريفكم بكرة المساء على بيت صهري أبو عصام الله يرحمه، مشان تشهدوا على كتب كتاب بنت أختي على ابنه لأبو إبراهيم. الله يزيدك شرف وديم الافراح بدياركم يا ابو قاسم. امين جاه رب العالمين. اليوم المي سخنه لما نصنص. على كيفك ابو حاتي. يا عبدو مر معلمي مر. اهلين عمي حاتي، يا ميت اهلين وسهلين. دوم عمك ابو حاتي باحلى خدمه. ها يلا مو على عيني مو على عيني وراسي. شرف عمي يا ابو كرم، هات وزره وتعتيبه جديده لعمك ابو حاتي. لك فوتوا المناجم على الوسطانيه. يا عمي وحاتم والله نور الحمام وجودك. الله يرضى عليك يا ابو الكرم. ان شاء الله عبال هيك ما تقيسك ابنك حاتم. استنى يا عم، استنى استنى يا حمام. لا خليك مثل الدفجه يا عمي ابو حاتم. خليلي اياك يا رب. مرحبا شباب. اهلا يا ابو غالي. ان شاء الله مبسوطين بالحمام. شفتك يا ابني. والله انا هربت من المقصوره تبعيش انه طلع لي صرصور هالقدو. الله عليك يا ابو غالي. شباب قدرتوا شو صاير بالحاره؟ خير صاير. عبده صبي الحمام بده يتجوز بنته لابو حاتم. شو الحكي؟ هذا الكلام سمعته من عبده ذات نفسه. هل عبده صبي الحمام ولقلوق المقاصير بده يتجوز بنت ابو حاتم؟ ليش مستغرب؟ وليش ما تستغرب؟ لك العمل، لك شلون بدها تزبط؟ اجباري وغصب عنه. ابو غالب ما حد مخول لي راسي. ها اجباري وغصب عن مين؟ غصب عن راس صاحبك ابو حاتم. في حاجة تخبيص يا وين فايت بالطنبور؟ يا ابو حاتم ما في حدا بيغصب على شيء ما بده اياه، اذا بتروح روحه. هذا ابو حاتم حنوني مو بمرزوق خروق. والله هذا الكلام مو من عندي، سمعته من عبده ذات نفسه. شي عندك نار عبده؟ احلى نار يا سير. لا عم والله الحكي ما بتصدق. الزلمه عم يحلي هيك سمع من عبده. لك هذا ابو غالب قال عم كشاشين الحمام ثلاث ارباع حكي وكذب. طيب شو له مصلحة مع أبو حاتم اللي يحكي عليه هيك حكي؟ ما بعرف شو له مصلحة، بس هذا أبو حاتم زلمي أبو ضايز قرت معدل، شوره من راسه ما بيحط طواقي لمخلوق أن يخلق. وإذا مان عليه أبو شهاب؟ لك يا أخي بيمون عليه بمصاري، بشغلة ما لها طعمة، بمرجلة، مو بعرض وجوازي بالغصب، لا وشو إجباري وغصب عنه كمان. يا حاجي انت بتصدق انه ابو حاتم سكرت لابضاي المعدل رح يجوز بنته لصبي الحمام الاندبوري عبده لقو شو غصب عنه؟ والله انا بصدق. وليش لحتى يكذب لك اخي؟ وخصوصي انه عبده عم يقول انه العقيد ابو شهاب بذات نفسه بده يطلب له اياها من ابو حاتم، واكيد ابو حاتم بده يرضى وما رح يسترجي يقول لا للعقيد. قلت لك ما في شيء، لا تلجي بالسؤال، الله يرضى عليك. امرك ابن عمي امرك. غصب عني؟ ليش بناتي من عابين لجوزهم غصب عني يا ابو شهاب؟ ايه شو علي؟ Thank you.
ميت اهلين وسهلين. شرفوا سيدي شرفوا. يا الله يا الله يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. مين وكيل عروسي دوشها؟ بعد إذن أخي أبو قاسي، أنا سيدنا. والنعم. حطوا إيديكم بالبعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سعاد خلينا نظبط له ظبوطه صغيره. لا امسك يا الله يوفقك بلا. الله يوفقك عالنايس، والله ما لنا عندي صوتنا، خليها تفرح بحال اختي. الله يوفق سعاد خانو. هي وفي. اوه هامت البنت وعينا. اوه ويا حباية عينا. اوه ودلا رح تعيش. اوه بقلبها وعينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. آمين. واجعلنا للمتقين إماما. آمين. إن شاء الله ألف مبروك يا أخوات. الله يبارك عنك. مبروك يا إبراهيم. ألف مبروك يا عقيل. الله يبارك فيك. إن شاء الله بتشوفوا جميعا. ألف مبروك برو. الله يبارك فيك يا عقيل. شرفوا سيدي، مدوا يدكم. شرفوا. شو دربكم إبراهيم؟ يا كريم يا رب هاتم. بسم الله. بسم الله. بسم الله. تفضلوا يا جماعة تفضلوا. يلا تفضلوا يا جماعة تفضلوا. تعالوا يا صبايا. يلا يا صبايا. يلا يلا. فوتي توريني فوتي بيتك ومطرحي. ان شاء الله الف مبروك يا حبيبتي. يا مو سكي العمستان يا قلبي فرحان بعروسكم. الله يهنيهم يا رب. آمين. يا الله قديش عم استنى هذا اليوم يا دلال. بس ما كان بدي اياك تجي وانتي هيك. قصدي زعلانه من عدتك. انا جوزك وابوكي وامك وكل شي بتحلمي فيه باسم الله رح ساوي لك اياه. يا دلال انا بحبك. ولي على قامة الهم والغم والنكد. زعلانة عليها يا يامو لأنه ما صار لها عرس مثل كل البنات؟ إيه والله يا أمو. لك أمي هي أنت كمان ما صار لك عرس مع عصام لأنه أدمه كان أسود مثل عطاب الليل عليكي. بحرام عليكي، حاجة تحكي عن عصام خطي. إيه لا بدي أحكي وأحكي يا ستي وأدمه نحس علينا. نسيتي كيف إجا خبر موت ابن عمي الزعيم قبل عرسك؟ بدي أحكي عليه وبدي أحكي. أمي قومي طفي الضو ونامي. قومي لك قومي. يعني باطلة ومحولة هديك الساعة يوم اللي شحد لك ورقتك وكتب كتابه عليكي.
طفي الضو. هي جوزت بنتك دلال مثل ما بدك يا ابو عصام. والله يقدرني ساوي لاولادك كل شيء كنت بدك تعمله. انا بكره بدي روح لعند امي ابن عمي. ومشان شو بقى؟ ما عاد في حدا عندها بالبيت يساعدها. ايوه ماشي الحال. لكان بكره انا من الصبح اول ما اروح على الفرن واطمن على العجنه وبيت النار برجع باخذك وبوصلك لعند بيت اهلك. اتفقنا؟ الله يخلي لي اياك يا حق. ادم غتني يا دريت لا شرحه بيجدح لحاله يا دريت بليل هذا البلوكي وبنت حلال حلوه ان شاء الله يجوزوكي يا عزيز عم بدعي دخيلك استجيب خيرا والف خير عندي بليلة بليلة بالملوكي. يا مو جميلة شوفي مين على الباب. اهلين لطفية. اهلين جميلة. لطفية هوني انتو عن حالهم. اهلين امزكي. روحي روحي اوامر كدي بوسي ايدها يلا. فوتي يا بنتي فوتي. لك روحي كدي اوام روحي بوسيها. سامحيني مرت عمي سامحيني. الله يسامحك ويسامحنا جميعا يا بنتي. بعتلي حمالك. فوتي امزكي تعي يا بنتي تعي. جميلة عاملين شيء بالريقنا. على عيني امزكي. ولي على عيونها فريال طلعت من عنده وما ضيفتني شيء. شو استفادت امك باللي ساوته معي؟ هي انا رجعت لبيتي معززة مكرمة وما راحت الا عليها المغوصة. الله يصلحها على عقلاتها. ايو انتي تانية ليش هي في عقل بالاول؟ والله انا يا مرت عمي ماني رضيانة ابنه. بعرف يا بنتي انك مالك رضيانة وبعرف انه مالك ذنب اللي صار. انتي رحتي دعوسة بين الرجلين. والله يا مرت عمي اني بحبكم من كل قلبي. وانا يشهد ربي علي بحبك مثل بناتي وما برضى اللي صار فيكي. بس امك امك الله يصلحها هي هيك بدها. يا دلال صحيح مسينا من دلال جوزيت يا مو. عصام اهلين اختي مسكي من ايدي. عصام حذير مين عنا؟ مين؟ حذير ابراهيم؟ لا عم خاطر كمان. لا جميلة لا تعجزيني ها انا ماني فاضي بدي اروح على الدكان. ما رح اقول لك الا تحذير. اي احسن. لا عصام عصام لك شو بدي هيك؟ بدي اقول لك انه لطفي عنا. شو؟ صلاه محمد؟ والله والله هي وام زكي. حماتي معها كمان؟ لا حماتك ما اجت. ايه احسن. وين رايح عصام؟ يا مو بدك شي؟ انا عصام ها؟ قلت لحالي اذا بدك شي لجيب لك اياه على الحاره. ما بدي غير سلامتك. تذكري يا مو مركضا بدك شي؟ كل اغراضي عندي يا مو. يعني مو ناقصك شي؟ اخر كلام؟ تذكري مو ناقصني شي لك ابني. مع السلامة. روح لعند اخوك على الدكان تأخرت عليه. ايه لكن بخاطرك يا يا مو. مع السلامة يا مو. نعم بخاطرك يا أميرة الحارة. لك روح بقى روح. شوفي اختي شو بيصير حكي تحكي لي. شو فهمتي؟ على عيني. وتوصي بلطفية. على راسي. أنا مو مشاني ها مشان الولد. تكرم عينك وعين لطفية وعين الولد. الله يجبر بخاطرك مثل ما جبرتي بخاطري يا جميلة. يلا بخاطرك أختي.
سلام يا درسان، ساعته بحب لطفي. والله ما نسيانك يا عبدو، بس شوفت عينك كيف كانت الظروف. سيدنا لا تواخذني، بس يعني انا كنت خايف انك تكون هيك سانحني او ما بدك يعني اتجوز في الوقت الحاضر. الله يسامحك يا عبدو، وانا هلا رايي لعنده حتى تصدق انه انا ماني نسيان جوازتك. عن حقها روح، الهي ربي يبعث لك بكل خطوه سلامه، ربي رزقك زياره النبي وجبل عرفه. السلام عليكم. الله معك شيخي، الله معك بالسلامه. انا ناطرك هون بين ما ترجع. ها قربت لك عبدو، قربت قربت باذن الله. والله جواز ستره ما في كلام. ستره شو عبدو؟ شايفك عم تحكي مع حالة. وانت شو جابك لهون؟ ما تروح تتسبب، روح الحق وخلصني روح. راي السبب قليلة بلبلوكي، ومرة بنت عينة زنجيلة من الناس الأكابر، إن شاء الله يجوزوكي يا عزيز. طاع والفليرة نجيل. انت بتأمر سيدنا؟ هات أشوف شو الطلب اللي جاي من شانه حضرتك. الطلب طلب الحلال اللي هو فريضة على كل مسلم. نعم. بدنا نجوز عبده يا أبو حاتم. ايه ان شاء الله الف مبروك، جوزوه سيدي جوزوه، وين المشكلة؟ ان شاء الله ما في مشكلة. اذا بيتطلب مصاري انا سداد. ها لا لا، الحمد لله مصاري فيه، والعقيد متكفل بكل جوازته من اولها لاخرها. ايوه الله يعوض عليك القرش بعشرة. امين يا رب العالمين. عم اقول يا ابو حاتم، انت عندك كتير حريمات. كلامك مزبوط سيدنا، انا عندي حريمات كتير، بس مالي متقل من لقمتهم بنوب، وانا حاططهم تاج على راسي وشايف حالي فيهم قد الدنيا كلها. الله يستر لك عليهم يا ابو حاتم. امين. بدنا موافقتك يا ابو حاتم. على شو سيدنا؟ ابو شهاب بعتني لاطلب ايد وحده من بناتك لعبده اجير الحمام. ايوه. وابو شهاب متكفل بكل جوازته، والمهر اللي بتطلبه جاهز يدفعه، وكمان راح نستأجر له بيت على قد حاله. ونسيت لك انه ابو قاسم رفع له اجرته باسبوع ليره، يعني الشاب صار بيقدر يفتح بيته ويصرف على عياله. بقى شو قلت يا ابو حاتم؟ يعني اذا بعتك العقيد ابو شهاب مشان تطلب وحده من بناتي، انا المفروض فيني وافق دغري؟ لا، الزواج لا يصح الا بموافقه كل الاطراف، الزوج والزوجه وولي العروس يا ابو حاتم. ايوه. لك انا انسالي هالموضوع سيدنا، انسالي يا الله يحن عليك. يعني بفهم منك مالك موافق على عبده يا ابو حاتم. سيدنا قلت لك انسالي الموضوع، الله يحن عليك ويخلي لنا اياك، انساه بالمره. طيب على راحتك. السلام عليكم. عليكم السلام، شرفت سيدنا. اهلين. شو عليه؟ كل شيء بوقته حلو. سلام. جاي معلم جاي. بنيت على راسي. ايه مشاي. على راسي. طمني شيخي، ان شاء الله عمي ابو حاتم وافق يعطي لي بنته. لا تزعل يا ابني، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بنات الحلال كتار، انا الا ما الاقي لك بنت الحلال اللي سر قلبك وخاطرك. الزواج رضا وقبول يا ابني. لاني فقير ومعتر. لا زعل يا ابني، الفقر مو عيب، وانا ما راح اهدى لحتى الاقي لك زوجة تدعي لي عليها طول ما انت عايش معها. كتر خيرك شيخي، كتر خيرك. لسا يا حالة الضبع، أول الرأس حنجلي. والله لخليكن تقولوا أخ شو عملنا بحالنا. مو على راسي، مو على نافوخي من فوق. بليلة لطفية، ديري بالك على حالك وعلى الولد. على راسي ما تعمي. يلا خاطرك سعاد. أم زكي تعي لعندي بكرة، عاوزتك. على عيني وراسي. وينك جميلة؟ حضري لي كسر الصفرة، وما بتفطروا إلا لحتى أجي. حاضر. بتشرفي خالة أم زكي. بخاطرك مرت عمي، بخاطرك جميلة. الله معكم، مع السلامة. يا حرام، يا حرام على هالأم اللي عندها. يلا بطريال استلمي بنتك. وين أم زكي؟
عندي مشوار برجع لعندك. طيب ما بدي افهم شو صار. لك يا اختي سالي بنتك هي بتقول لك خاطري. مع السلامه خاله امزكي. يبعث لك حمى يا امزكي شو بتنطفي لي قلبي ولك لا احكي لك كلمه. الله لا يردك ولا عالدرب تستهدي. تعالي شوف شو قالت لك سعاد. اهلك وسهلا فيني كثير يا عمو. حكيت شي يا عمي؟ اه حكيت مو هيك؟ لا لا يا عمو ما حكيت شي. لا اكيد اكيد حكيت. قولي وليه يا عمو؟ والله مرت عمي ما بتبغضك. ليش انتي ما بتحبيها؟ كثير كثير ما بتبغضني. صدقيني كل القعده ما في بيتمها غير الله يصلحها لامك. الله لا يدر الا بركه. ليش قليله هالكلمه؟ ايش شو شايفتني مقطعه السابله انا؟ امي انتي ليش بتكرهيها لمرت عمي؟ هلا فهميني شو صار مشان عصام؟ من أني ناحية يا مو؟ رح يرجعك ولا لا خلص طنشي؟ ما بعرف. لكن شو استفدنا من الروحة يا بعدي؟ مرت عمي يمكن اليوم تحاكي عصام المسا مشاني. بدي تحاكي عصام مشانك اليوم المسا؟ قومي روحي من وشي. روحي! دك يبعث لك حمى يا امزكي على فصولك الناقصه ويبعث لك داء السل والعل لانه ما قلت لي شو صار بينك وبين سعاد. ايه اصطفي هو حرم. ليش رفضوا؟ شو بعده؟ كمان ما بنقدر نزمل الرجال يعمل شيء هو مو رايده. الله ما قال يا ابو قاسم. ايه بس ما بيصير، كان لازم يعمل لك شويه كرامه انك انت باعت الشيخ لعنده. وهذا اللي صار. انت شيخنا خليك عم بتدور له الا ما تلاقي له بنت حلال واهل اوادم يعطوه. عبده ابضاي بيستاهل. بس اهم شيء هالحكي اللي صار ما يطلع لبرا، خلوه بيناتنا ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. بس والله مو حلوه منه اخي. هلا حلوه ولا مو حلوه هو هيك شايف. بعدين ما قلنا ضربت لازمه عليه يا ابو قاسي. هو ادرى بمصلحه بناته. الله يستر له عليهم بجهنم. امين يا رب. خلص كاسة الشاي تبعك، خلينا نروح لعند اختك سعاد. شو في عندها؟ ما في شيء، بدنا نشق عليها. البيت صار فاضي يا سعاد. أنا لازم ضل زن على راس معتز حتى يتجوز. يا مو اجوا اخوالي. شرفوا خالي. شرفوا تفضل. شرف يلا يلا شرف. يلا بسم الله. تفضلوا خالي تفضلوا. لانه نحن ما بدنا امك تضل لحالها لك خالي. بس يا خالي اخواتي البنات كل يوم والتاني عم يجوا يعينوها لامي. اخواتك البنات يا دوبهم شغل بيوتهم. لك يا خالي ليش ما عم تفهم علينا؟ خالي انا ما بدي اتجوز هلا. وين تناويها؟ لبعد سنوية ابي. ايه بس هيك كتير يا خالي. لا مو كتير خالي مو كتير. انا هيك بدي. اصطفي مثل ما بدك. اهلين وسهلين شرفتوا. اهلين يا عصام الله يرضى على اسمك. عنك يا معلم. الله يخليكم فوق راسي يا حق. شو مشان عصام اختي؟ بدي ارجع مرته ارضت فيها ولا لا؟ لك شو صار فيكي؟ ما كنتي موافقة؟ ليش انقلبتي هالقلبة ليش؟ ايه فكرت ولقيتها مو مزبوطة. لك شو بدك تمشيني على كيفك انتي؟ شو في هدول؟ انا ما حدا بيمنعني رجع لطفية لا انتي ولا امي ولا خالي ابو شهاب كمان شيء. عم تبكي؟ عم تبكي لك هدول؟ لك انتي بتعرفي ليش بدي رجعها؟ بتعرفي شو اللي عندها؟ ليش ما عم تفهمي علي؟ بس انا خايفة من عمي. خايفة. من شو خايفة؟ خايفة ينخرب بيتي اذا رجعتها للطفية. لك ليش ينخرب بيتك؟ انا رح اعدل بيناتكم يا هدهد. رح ساوي ليله اليك وليله الها. انا مو هذا قصدي ابن عمي. لك عن شو قصدك؟ امها ما رح تريح لك راسك ولا رح بتريح راسي معك. هلا اذا مشان امها لا تخافي ما رح تقدر تساوي شيء. انت بتقول هيك ابن عمي. خلص هدى عم قلك امها ما انا قدران تساوي شيء لانه امي ربتها لولد ولدها. وليش امك ما تصالحت مع فريال؟ انا ما رح ارضى ترجع لطفية لحتى امك تتصالح مع فريال ابن عمي. انا ما رح ارضى عن هالقصة وهذا اخر كلام عندي. شو قلتي يا مو؟ ما فشرت تحط ايدي بايدها؟ شو نسيت شو ساوت فيني وفيك؟ نسيت الفلقة اللي اكلتها بالكركون من تحت راسها؟ لا والله ما نسيت. وبتعرف شو بدها كمان؟ شو بدها؟ بدها ايانا نقسم الورثة تبع ابوك قبل سنويته. قال شو؟ بدها تشتري بيت لام شبر ونص بنتها. هي هيك قالت؟
هيك قالت ام زكي عن لسانها، وقال شو بدها 4 مباريل واساور وحلق مشنشلين للست لطفيه واوضه نوم جديده وعده مطبخ وترابيزات لاوضتها المقشحه. لا هاي ما بتنحمل بنوم. والله هي هيك قالت عن لسانها. طيب بلكي ام زكي سمعاني غلط من حماتي. خلاص عصام ام زكي ما بتكذب. طيب شو ساوي انا يا امو؟ شو ساوي؟ روح خلي حماتك تغير الشروطه، ساعتها بترجع مرتك. يامو انا مو ضد ترجع لطفية، روح اذا بدك وهلا رجع، بس في ريال ما لفوتي لعندك ولا عندي، اريح لراسك وراسنا. ها اذا لطفية مشتاقه لامها بتروح بتشوفها عندها بالبيت. قوم لقلك يا سامو، قوم لقلك قوم. ليش رح تسأل مرتك الثانية؟ روح جيب لطفية على البيت وخلصت القصة. لك انت ما بتعرف شي لك معتز، ما بتعرف وجع الراس اللي بيجي من الضرايب. رويا انت نعنع مع نسوانك. ليك انا نعنع لك معتز؟ ايه نعنع. يعني شوفي يا اذا جبتها للطفية مرتك الثانية رح تقدر تفتح تمها بحرف؟ اخي روح لعند الشيخ وبوشك على بيت حماك. اخي ما رح لا روح ولا اجي لحتى تتفق امك مع حماتي. تصطفي عقلك براسك بتعرف خلاصك. أنا قلت سوري الياض ما رح يتركني يتلبك بالطلبية اللي استلمتها. أنا تحت أمرك عمي. استغفر الله العظيم عمي. وخدامك كمان. زادا أنا كان عندي ولد واحد وهلا صاروا 2. لك يا زهرة يا قلبي، كم مرة بدنا نحكي بهالموضوع؟ عم يتأخر بشغله ما هيك؟ ما عم يجي بكير على البيت. يا بي بس يتحرك الشغل نحن لازم نتحرك معه. بدك تتحملي يا أمي. هالكم يوم مشغول مع ابوكي. الله يرضى عليك شو حنونه. بس في شغله بدي لك عليها عمي. شو هي؟ صاحب الدكان اللي قاعد فيها انا قال بده اياها باخر هي الجمعه، بده يبعث ابنه يشتغل فيها. شو هالحكي؟ ايه والله طلب مني افضي له اياها باخر هي الجمعه، وبصراحه مالي عارفان وين بدي اروح بضاعتي. معناته هيك بدها تتعطل الطلبيه. ايه والله يا عمي، وانا بصراحه محتار وين بدي اشوف شغلي وين بدي ادور على دكانه جديده. والله معك حق يا عمي. يا بي شو عم اقول؟ ليش ما نستاجر لصهري رياض دكانة ابو سمير الحمصاني اللي عندنا بالحاره نشتغل فيها؟ والله فكره حلوه. شو رايك صهري؟ والله اذا بتصير يا عمي يا ريت، ليش لا. لكان بكره الصبح بروح انا وياك لعند عقيد الحاره، وباذن الله الدكان رح تكون لك، ولا تاكل هم منه. غصب من عني ليش بقى؟ يا والله عندي ضفر كل وحدة بيناتهم 60 رجال، لك هدول عيوني اللي بشوف فيهم، هدول الدم اللي بيمشي بعروي، هدول تاج راسي وياسمينات بيتي. أنا متقل منهم ومستقتل على ما جوزوا. لا وشو غص من عني يا عيب الشوم عليك يا عبدو، ما كنت بعرفك هيك، نزلت من عيري. بس والله كمان وحب بحقهم، صاروا كبار ما شاء الله حولهم، ولازم يتجوزوا ويفتحوا بيوت ويجيبوا أولاد، ما عادوا صغار بكره بيعنسوا. ما عم تاكل ابن عمي؟ لا شبعت الحمد لله دايمه. صب لك شاي يابي؟ ايه يابي الله يرضى عليك. يما على عيني، احصب لك بكاسه جديده. تفضل يابي. الله يسلم ايديك يا يابي. الحمد لله. قوموا يا بنات خذوا الاكل على المطبخ بسرعه. قوموا. ايه يلا حاضر يا عمو. يلا انت وياي دايمه دايمه. صحتين يا ابي. صحتين 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 يا ابي. انا زعلانه منك. ليش يا عيون ابوكي؟ امبارح نمت وما شفتها. والله تاخرت بالشغل يا ابي. يلا هلا شوفيني وبوسيني وروحي نامي. مالي نعسانه هلا يا ابي. روحي انعسي ونامي. روحي يا عمو غسلي ايديك. يلا حاضر. قومي يا عمو سحر، قومي الحقي اختك وغسلي ايديك معها. حاضر يا مو. شبها مطمودة سحر خانوم.
اختها فاديه قصت لها ايده وراس اللعبه بالمقص وعلقت بيناتهم. لا 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 لا, لا. وما تشوف الا اشتغل شد الشعر بيناتهم، نتفوا حالهم تنتيف واكثر من ساعه لحتى هديوا. وما تصالحوا لهلا؟ لا يا بي، سحر خالهم ام طنزي ما بدها تصالحها لاختها فاديه. الحق معها، لعبه جديده خيطت لها اياها واجت فاديه قصت لها ايدها وراسها. ساوي لها غيرها الله يرضى عليك يا اختي، بلا ما تضل زعلانه. والله ما عم لحق خياطه لعب يا ابو حاتم، كل ما بخيط لعبه لوحده منهم بتجي الثانيه بتقص لها يا راسها يا ايدها يا رجلها. ابناتك شقين الارض وطالعين. وانت ليش حاطه المقص بين ايديهم؟ خبي عنهم. صدقني ما بعرف شلون عم ينكشوا، انا بخبيه انهم بيردوا بيطالعوا. يا ام حاتم الله يرضى عليكي، خبيه بقرني ما حدا يعرفها غيري. وين بدي خبيه يعني؟ شوفي ابي. يا علي يا علي تعي تعي لعندي يا ابي. خلاص ولا يهمك ولا يهمك يا روح ابوكي، امك رح تساوي لك وحده جديده واحلى من هي. الله يخليها يا ابي. عضوات الحارة عيونهم إن شاء الله بتنبق من الببو تبعها، محمرة مني كتير ومالهم طايلين. وإذا ما بسبك حالي بالحارة رح يحرضوا علي العقيد أبو شهاب يقلعني من شرجي ويمحي أسد. فمالي غير دكانة أو سمير الحمصاني هي الحل والدواء، سيكار وبيكار، دكان وبيت ومرا وولاد بيخدمني طول وأنا عايش. لولاح عالبير يا لولاح، لولولولاح صابة يا بتتلولاح، لولاح عالبير يا لولاح، لولولولاح صابة يا بتتلولاح. خير عبدو أفندي، شو جاي تسوي عندي هلا؟ ما في شيء عمي يا فارس، ما في شيء، ضايق أخلاقي ومعكر شوي. والله إذا كانت ضايق أخلاقك ومعكر شوي بتجي لعندي، أشو أنا فاتح لك كراكوز وعيوز لحتى تتسلى؟ الله يرحم أيامك يا عمي أبو ماجد. يا سيدي الله يرحمنا جميعا. روح روح على بيتك أحسن ما تضل واقف لي هون مثل الناطور، روح. لك شبك عم أقول لك اتحرك. رايح رايح في وشك رايح. لا ما شو هالبشر هي جاي تسلى عندي، ما ناقص الا افتح لك قهوة لك ولغيرك. شو بتطلب المستورة عم سمير؟ اجرى للدكان، انا جاهز يا ابو شاب. انت وصهرك هالادمي على العين والراس، وانا من جهتي ما عندي مانع بنوب انه صهرك ياخذ الدكان، وخاصه انه الارمل ام سمير مفوتني فيها، ومشان الاعضاوات لا تتكلم، ما بظن انه حدا يعاري، ومشان الاجره شو بتسوى بنور الله دفاع ومشي. معناتها محلوله عمي. ان مع العسر يسرا يا سيد عصام. يا سيدي حماتي عم تحط شروط تعجيز التعجيز، وانا لساتني رايد رجع مرتي وعيش انا وياها مثل اول. طيب طيب انا راح اروح لعنده وافهم شو بدها. الله يصلحها. الله يطول بعمرك يا سيدي. سيد عصام. مور سيدي. مرتك حبلي مو هيك؟ ايه سيدي. بيصير خير عصام، بيصير خير. بس ليش عم تسال سيدي؟ عم اسالك لانه اذا ما كانت حبلي بدك تساوي عقد جديد وتدفع مهر جديد كمان. شلون يعني سيدي؟ ما عم بفهم عليه. الحكم الشرعي بيقول إذا طلقت مرتك وهي مو حبلة لأكثر من 3 شهور صار بدك عقد جديد ومهر جديد بالاتفاق مع حماتك عليه، بس الحمد لله يلي طلعت حبلة يعني ما رح تدفع شيء لزوجتك يا عصام. الحمد لله سيدي، لأنه أنا هيك ماني مخلص مع طلبات حماتي، كيف إذا بدي أعمل كتب كتاب جديد وادفع نقد جديد ولي؟ روح توكل على الله يا عصام. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد حمى الحفظي، ايش بدهم عم بخدم من ذكي انا؟ بقى بدي اياك يا ام ذكي تروحي معي لعند بنتي هدى تكشفي عليها ليش لهلا ما حبلت. يو لهلا ما حبلت؟ ليش ما قلتي لي؟ شو بيعرفني هذا اللي صار؟ مين؟ قولي على عيونك بليكي بالحميره شو هدا وحوبه. قومي قومي البسي بدنا نروح لعندها. ايه حاضر على عيني ام ذكي.
على عيوني. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. خلي بنتك ترجع لزوجها يا أم توفيق. أنا بدي رجع يا سيدنا الشيخ، بس ما حدا منهم إجا وقال لي تعي لحتى نتفاهم يا أم توفيق. وعلى شو بدون يتفاهم معك يا أختي يا أم توفيق؟ أول شي بدي مسكن شرعي لبنتي بس، وبدي يلبسوها ذهب ويجيبوا لها ملبوس بدن وغراب بيت. من حقي ولا مو من حقي سيدنا الشيخ؟ مو من حقك تعصدي على بنتك يا أختي يا أم توفيق. يسريها شوي والله سبحانه وتعالى من عنده بيسر لك أمورك. شلون؟ يا أختي يا أم توفيق، بالناقص كم طلب من طلباتك هلا. شوفي حال بنتك، لا تخليها قاعدة عندك. أيوة، وأنا من رأيي تأجلي المسكن الشرعي هلا وتخلي بنتك ترجع تعيش مع زوجها وضرتها لحتى الله يكرمه ويشتري لها بيت لحالها. ماشي الحال، بس على القليلة يجي حدا من طرفهم لحتى نتفاهم سوا. طيب طيب، أنا رح أقول لعصام هلا يبعت حدا من الحريب لعندك يا ست أم توفيق. كتر خيرك يا سيدنا الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تظهر، سكر باب طريقك. يا مو، شفتي انه لساته بيحبني وبده ياني؟ بعرف انه بده ياكي، وانا عم بستنى بيت حماكي ليجوا لعندي لهون. يا رب يا رب. طمنيني امسكي، شو شفتي؟ شو شفت؟ بدي اقول لك الله لا يعطيكي عافية، بس نصحية مني. يبعث لي 100 حمى، والله خوفتيني. شوفي، تعي لاقول لك. يا لطيف يا رب. ولا يهمك، باذن الله بالطيب. هلا بروح لعند العطار وبشتري لوازم شغلة هودا كلياتها. الله يعطيك العافية. تفضلي امسكي. استني تكي لروح غسل ايدي بس. شو قالت لك يا عمو؟ ان شاء الله نعيما عمي. الله ينعم عليك ويرضى عليك يا عصام. معوضين. عليك العافيه ابو عادل. الله يعافيك يا ابو حاتم. سيك عمي سيك. هالمره بتاخذ لي 3 كاسات عوض الكاسه كبارها. روح عمي روح، ما راح اخذ منها. كتر خيرك يا ابو العز. خير الله عمي، خير الله ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم الله. السلام ورحمه الله وبركاته. شو ابو العز؟ لا يا عمك ابو عادل، ما طاب على الدواء اللي اعطيته اياه. الله الشافي اخي، الله الشافي. لا اله الا الله. انا هلا وصبت له دواء اخي، باذن الله راح يطيب عليه مع وقت. ايه ان شاء الله. معلوم ان شاء الله لك عصام، لكن بدك اياه من اول وصفه يصير مثل الحصان. لكن شو اسمك حكيم اخي؟ لك يا عصام، هذا معه كذا مرض، طاب من واحد وبدي اعالج له البيه. ايوه، وكم مرض معه؟ لك يا اخي، هذا رجال كبير معبى امراض، كله امراض. الله يشفيه، ما بعرف شو راح يطلع معي بعدين. ايه الله يشفيه من امراضه. امين، وباذن الله راح خلي لك ياي ترغل ترغلي بالقهوه.